ألف مبروك كابتن بلال، بس يحسب النادي الأهلي برضه الشراسة الهجومية الإيجابية على المرمى. إحنا أحيانا في ماتشات كتير قبل كده السنين اللي فاتت كنا بنعاني شوية من الحاجتين دول، يعني الشراسة الهجومية والإيجابية على المرمى. أنت بتروح وبتخلق فرص وبتضيع فرص وبتجيب أجوال، ولكن اللي أنتوا بتتكلموا عليه اتكلم عليه مستر كولر الماتش اللي فات، الأخطاء البسيطة اللي بتحصل فينا حتى منهم الهدف اللي جه النهارده. شوف يا كابتن، النهارده طبعا مبروك الاول للنادي الاهلي وسلسله من الاهداف المتتاليه. ما بقاش عندنا حته انك انت ما بتسجل، يعني ما بتستغلش فرص او ما بتسجلش اهداف او ودي كانت مشكله الاهلي في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، ان انت بيجي لك فرص كتير جدا بتضيع فرص كتير. تمام، واضح ان المنظومه اللي بيشتغل عليها كولر هو منظومه كيفيه صناعه الاهداف مش من يسجل الهدف. خد بالك، دي ده موضوع مختلف تماما، ان انا ازاي بدور على ان انا هسجل هدف ازاي، مش مين اللي هيسجل لي هدف في النهايه. تمام، يعني انت رصاصات الحربه مودست او كهرباء او ممكن يكون واحد كل واحد مسجل هدف الفتره اللي فاتت دي كلها الاربع خمس ست ماتشات. تمام، لكن حسين الشحات مسجل هدفين ثلاثه، بيرسيتاو مسجل اربع اهداف، يعني عندك لعيبه ثانيه بتسجل لك اهداف. فانت النهارده اشتغلت انك ازاي تدور على انك تسجل الاهداف، طريقه تسجيل الاهداف ده المختلف في الاهلي ما بين السنتين اللي فاتوا. تمام، وما بين النهارده او الفتره اللي فاتت مع مستر كولر، واشتغل عليها كويس. والاهلي يعني بدليل انك انت بتسجل اربعه في ثلاثه في ثلاثه في اربعه، يعني مسجل حوالي 12 هدف في اربع مباريات. طريقه لعب دي 4 3 3 4 3 3 وفي اربع احتياط. فالنهارده لا، انت في الحته الهجوميه بتقدم بشكل كويس. صح. تمام، عندك التحولات بتعملها بشكل رائع جدا، ودي برضو كان يفتقدها الاهلي في اوقات كتيره جدا، انك ازاي تعمل التحول السريع من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه وتصنع وتخلق فرصه للتهديف، وده اللي عملته الفتره اللي فاتت الاهلي فقط لا غير. النهارده او حتى الماتش اللي فات في بعض الاوقات تمام، ومباراه الشباب بوليسداد اللي كانت في اول السيزون، بيجي لك وقت قصدك اتحاد العاصمه، اسف، بتفقد السيطره على الملعب. هي دي بس نقطه الخلل في الموضوع. وسط الملعب؟ وسط الملعب، طبعا وسط الملعب. ازاي بتفقد السيطره عليه؟ ليه يا كابتن؟ النهارده ما ينفعش طول ال 90 دقيقه ابقى رتم واحد. انت النهارده الاهلي متفوق طبعا، يعني مما لا شك فيه، متفوق من حيث التهديف، متفوق من حيث الفرص. لكن انت النهارده احنا بنتمنى طبعا ان كل مباراه انت مش بس تتفوق في الحته التهديفيه، انت عايز سيطره واستحواذ وتفوق عايز كل حاجه، عايز كل حاجه في الملعب. هو مش طبيعي في كره القدم، مش عادي يعني. تمام، لان انت برضه بتلاعب فرقه عندها امكانيات وعندها قدرات، فطبيعي انت بتهاجم الفرقه الثانيه، هتهاجم، هيجي لك وقت بتدافع، هم هيجي لهم وقت بيهاجموا، ده وضع طبيعي، ده نظريه صحيه في كره القدم. مفيش فرقه في العالم بتهاجم طول الوقت او بتستحوذ طول الوقت وبتهاجم بقيه الوقت، مفيش فرقه في العالم بيحصل كده، لازم يبقى في فعل ورد فعل. لكن النهارده اللي حصل كان رد الفعل كان اكبر شويه من اللي احنا عايزينه.